لقد نزل في التسجيلات الإسلامية أخيرا مجموعة من الأشرطة لإحدى النساء. لقد نزل في التسجيلات الإسلامية مؤخرا مجموعة من الأشرطة لإحدى النساء الداعيات، وهي الآن تباع، فهل يجوز هذا الفعل وماذا نصنع به وبماذا توجهونا؟ هذا يعطى للنساء. نعم، يعطى للنساء أشرطة، تعطى للنساء ولا تعطى للرجال، لأن صوت المرأة فتنة. وهذا خاف أنه بعد إمامة المرأة للرجال بيطلعوا لها أشرطة يعني هنا. لكن على كل حال أشرطتها إذا كانت أشرطة صحيحة واللي فيها صحيح تعطى للنساء ولا توزع على الرجال ولا على الشباب. نعم.